مواصلة برنامج تنويع وسائل النقل على المستوى الوطني، هذا ما أكد عليه وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان من خلال إشرافه على افتتاح المحطة البرية للمسافرين المجاهد يحيى بشير بولاية تلمسان، وكذلك إعادة افتتاح محطة المصاعد الهوائية في خطها الرابط بين هضبة لالة ست ومنطقة الحوض الكبير. العملية هذه موجودة كذلك إعادة تأهيل هذه المصاعد على مستوى ولاية سكيكدا، على مستوى ولاية وهران، على مستوى ولاية قسنطينة الجزائر العاصمة، ودخلنا في إطار تنويع وسائل النقل. وزير القطاع عاين كذلك مشروع ميناء سيدي وشع الذي شارفت فيه الأشغال على نهايتها، حيث سيكون أكبر ميناء للصيد البحري وطنيا، كما تم تفقد مشروع خط القطار السريع الرابط بين وادة ليلات وولاية تلمسان، وكذلك الطريق النافذ من ميناء الغزوات إلى الطريق السيار شرق غرب. حددنا تاريخ آخر مارس إن شاء الله باش نستلموا 13 كيلومتر اللي تربط من ميناء الغزوات اللي راهو رانا إلى غاية الطريق الوطني رقم 98، ثم في مرحلة ثانية 9.5 كيلومتر إلى لربطه بالطريق الوطني رقم 99، ويطبق إن شاء الله ربطه نهائيا بالطريق السيار شرق غرب. عموما ظروف تنفيذ برنامج فخامة رئيس الجمهورية على مستوى ولاية تلمسان يجري بصفة مرضية. كما ثمن الوزير عدد شبكات الطرقات المنجزة وشدد على عملية الصيانة التي تضمن الحفاظ عليها.